لو بصينا للمجموعة، مجموعة بيراميدز والمصري، طبعا الاتنين في مجموعة واحدة، ده موضوع يعني هيبقى فيه حساسية، مش حساسية، يبقى فيه منافسة قوية بين الفريقين، عارفين بعض، اللعيبة عارفة بعض، حافظين بعض في الدوري وفي الكاس، فأعتقد إن دي هتبقى تدي حماس أكتر للماتشات بتاعتهم. ولكن هتوفر في نفس الوقت رحلات خارجية بالنسبة للفريقين، هيتوفر له رحلة خارجية، لأن لو وقع كل فريق في مجموعة لوحده هيلعب تلات، هيسافر تلات سفريات بره، فدي برضه توفر مجهود وضغط بدني على اللعيبة وتكلفة على الأندية برضه. فأعتقد إن قرعة متوازنة لحد ما، مفيش معانا فرق من شمال أفريقيا، دي برضه بتخفف شوية من صعوبة المباريات. اللقاءات دايما مع شمال أفريقيا بتكون فيها ندية بشكل، لأنها تقريبا طريقة لعبنا واحدة، احنا شمال افريقيا وقريبين من بعض، فبيبقى في ايه، وبنلعب دايما على زعامة القارة الافريقية كأندية او كمنتخبات، بيبقى في حساسيات اكتر او بيبقى في سخونة في الماتشات اكتر. فاعتقد ان بيراميدز والمصري مع بعض موضوع مقبول الى حد ما في مجموعة واحدة.